بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا بعد شكر الله وحمده أن أعاننا على إتمام مناقشة المادة العملية والمادة النظرية لكتاب التكنولوجيا للصف الثاني عشر، طبعا سواء في الفرع العلمي أو الصناعي أو الأدبي أو التجاري أو جميع الفروع. اليوم سوف أقدم لكم دوسية هي عبارة عن تلخيص للمادة النظرية والأسئلة أو نماذج الأسئلة الأدائية المهارية للفصل الدراسي الثاني. طبعا هذه الدوسية خاصة بالفرع العلمي والصناعي، تكنولوجيا الصف الثاني عشر الفرع العلمي والصناعي. الدوسية تقريبا 30 صفحة. طبعا في ممكن واحد يسأل يقول 30 صفحة لا تسمى تلخيص، هي ليست تلخيص بمعنى تلخيص، ولكن توضيح وإظهار النقاط من كتاب المكرر، إضافة لحل الأسئلة، إضافة لشرح بعض الأمور وتوضيح بعض الأمور التي بحاجة لتوضيح ومناقشة بعض الأسئلة الأدائية المهارية، يعني نفس فكرة دوسية الفصل الدراسي الأول. طبعا بلشت فيها من عند الوحدة الثالثة اللي هي الرسم الهندسي وتصميم الروبوت. هذه أسئلة أدائية مهارية اللي هي رموز وأشكال، ممكن تجيك في الامتحان الكتابي، برضو لازم تعرفها علشان في الامتحان العملي تكون عارف لإيش هذه الرموز وتستطيع إنك تستخدمها. هاي بعض الأمور، بعض التوضيحات، هذه عبارة عن أيقونات مطلوب منك إنك تعرفها سواء في الجانب العملي، وأكيد لازم تعرفها في الجانب النظري. مجموعة أيقونات، شوية توضيحات، شروحات. هذا سؤال مثلا مهم ومكرر، الفرق بين ميك جروب وميك كومبوننت. بعدين الدرس الثاني في هذه الوحدة اللي هو رسم الروبوت بمساعدة الحاسوب، تلخيص لعدة نقاط، توضيح، يعني مثلا هذه الصورة موجودة في الكتاب بس أنا حطيت مربعات ودوائر عشان تركز على هاي الأمور، وملاحظات للأمور اللي لازم نركز عليها. يعني لاحظوا هون مثلا ملاحظة اللي هي هذه الرموز فقط اعرفها معرفة علشان ممكن تجيك في اضع دائرة أو غيره. طبعا هذا مثلا نموذج لسؤال ممكن يجي في الامتحان، يعني كثير من الطلاب لما يشوف هاي الصورة بفكر انه هاي الصورة فقط يعني هيك مشان يشوف اولو التوضيح، بالعكس هذه الصورة نموذج لسؤال جاء في العام الماضي او يعني على نمطه في العام الذي سبقه. ولاحظوا معي هون انا ضفت لكم هذا السؤال، نفس فكرة هذه الصور كان موجود في العام الماضي في امتحان التوجيه الوزاري العام الماضي. وهي بقية شرح الوحدة، طبعا اكيد مع هاي موضوع الايقونات وتفاصيلها مع حل الاسئلة سواء اسئلة الدرس او اسئلة الوحدة، الا اذا اسئلة الدرس او اسئلة الوحدة انا حليتها في النقاش. الوحدة الرابعة كمان مرة بقولكم تهملوهاش، مادة متروسة ترس في المادة النظرية، وبرضو المادة النظرية اللي فيها حساسة ودقيقة وفي تداخلات كثير، فانتبهوا من هاي الوحدة تمام وما تهملوهاش. وبرضو كثير من الطلاب، انا حكيت قبل برد بقول كثير من الطلاب بشوفها اخر وحدة، بتيجي في الوقت الضائع زي ما بقولوها اخر اسبوع 10 ايام، فما بتعاملوا معها بجدية، ديروا بالكم من هذه الوحدة اللي هي تكملة شرحت انا اصلا في المادة، بس هيك يعني توضيح. تكملة طبقات كنتم ياخذينها في الأول ثاني وقسم منها الأولى الثانية الثالثة الرابعة، نبلش من عند الطبقة الخامسة السادسة السابعة، والأمور النظرية وتوضيح بعض الأمور اللي بحاجة لتوضيح، تنقيطها، ترتيبها. وآخر إشي اللي هو أجهزة الشبكة المنزلية، جهاز الراوتر وجهاز الأكسس بوينت، برضو من هدول الدرسين، هذا أهم واحد، أهم من الدرس السابق. هون موجود عندنا، لاحظوا معاي صور، بالذات موضوع الصور كثير من الطلاب بفكر انه الصور بس هيك، لا التوضيح، لا الصور في هذا الدرس تحديدا مهمة للغاية، في هذا الدرس تحديدا الصور مهمة للغاية. هون انا موضح لكم كل صورة ايش بتعني، يعني نماذج لأسئلة ممكن تيجي على هذه الصورة، يعني برضو مش شرط انه هاي النماذج انت تدرسها منيح، ممكن يجي نماذج ثانية لكن ضمن
ضمن هذا الشرح الموجود على الصورة بطريقة أو بأخرى، يعني ممكن يصير تلعب في الكلمات، افهم الصورة راح تجاوب على أي سؤال ممكن يجيك، وآخر إشي درس الأكسس بوينت وأدواره أو مهامه والشاشات الموجودة فيه وشرح الشاشات. في آخر الوحدة ضفت هيك مراجعة صغيرة لمادة الفصل الأول، بس يعني هيك مراجعة إثرائية علشان تنعش معلوماتك، خصوصا إنه يعني الفصل الثاني قصير جدا ومباشرة بتنتقل للتحضير للامتحان الوزاري. شوية أمثلة للفصل الأول: أسئلة على قواعد البيانات، أسئلة على برنامج الآب انفنتور ونماذج، وهيك إن شاء الله الدوسية بتكون جاهزة. أنا راح أحط لكم رابط الدوسية في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وإن شاء الله إنه يعني أكون أعطيت المادة حقها، وإن شاء الله إنكم تكونوا استفدتوا من هاي المادة. إخواني طلاب الأدب والتجارة، إن شاء الله قريبا راح أسوي دوسية برضو لشرح مادة الكتاب، يعني إن شاء الله إنه ربنا يعيني. ما تنسونا من دعوة صالحة: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وربنا يوفقكم ويعطيكم ألف عافية.